أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية عن تسلمها عروض المستثمرين المؤهلين في ثلاث تحالفات لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة الموجودة في منطقة تشبد. تفاصيل أكثر مع تقارير أحمد الغانم. قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتي إن التحالفات الثلاثة التي تم تأهيلها للمشاركة في المنافسة على المشروع هي التحالف الأول ويضم شركة CNAM وشركة الخليج للاستثمار، أما التحالف الثاني ضم كلا من شركة AFN وشركة الاستثمارات المالية الدولية وشركة KCC للهندسة والمقاولات وشركة SBA للبيئة، في حين ضم التحالف الثالث كلا من شركة SAS للبيئة وشركة إيتو كوربوريشن وشركة الخرافي ناشنال. وبينت الهيئة أن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة يعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، والذي يتضمن أعمال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل مصنع لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية عن طريق استخدام المحارق وطمر الرماد المتبقي من المحارق في مردم نفايات صحية، حيث يهدف هذا المشروع إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص استنزاف وهدر الأراضي في المرادم وتوفير مصادر بديلة للطاقة لتستفيد منها جهات الدولة، كذلك التقليل من استهلاك المياه نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج المياه في دولة الكويت. وتقدر مساحة المشروع الإجمالية بحوالي 500 ألف متر مربع.